السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا من جديد. معكم يا محمد من قناه وين وكونكر. النهارده هنشرح حاجه جديده جدا جدا في كول اوف ديوتي، وهو سلاح الكروسبو. طبعا سلاح الكروسبو يا جماعه ده عباره عن رمي سهم، فاهمين ازاي؟ بكل سهم، بس اعتقد ان شفت لها فيديوهات برضو على النت ان هي ليها كذا ضربه سهام مختلفه، فاهمين ازاي؟ فاحنا هنشوف بس لما نقدر نجيب السلاح. طيب الفكره يا جماعه، اول حاجه ان هو بيديك عدد مهمات تعملها، يعني 2 4 6 7 مهمات. اول حاجة تقدر تستخدم حاجة اسمها اوبريتور سكيل 5 مرات في ماتشات الملتي بلاير سبارو اوبريتور. بنخش كده، بنخش على اللود اوت، بنخش على سكيلات الاوبريتور، بنخش على السبارو، تمام؟ هو ده نعمل، بنستخدمه 5 مرات طبعا في ماتشات الملتي بلاير. لو انت مش عارفينها بتخش هنا اهو بتلعبه، بس انصحك ان انت بتلعبها رانكات لو انت عايز تلعبها رانكات، او مش رانكات براحتك يعني. بتخش بعديها على المهمه بعد كده، هي التارجت براكتس. بعديها بيقول لك يوز، ده احنا كده استخدمناها بعد ما استخدمها 5 مرات. بيقول لك بعد كده ابقى اقتل 5 اعداء باستخدام سكيل سبارو اوبريتور، تمام؟ بعد ما تخلص دي يعني، بعد كده هيقول لك اقتل 5 بالسكيل اللي هو القوز ده. بعديها بيقول لك استخدم او ارن ذا وان شوت، اللي هي الضربه الواحده، احصل على الضربه الواحده، تمام؟ هتحصل على ميداليه اللي هي الضربه الواحده اللي هي وان كيل ميدل، اللي هي ميداليه الوان كيل 5 مرات في ماتشات الملتي بلاير، تمام؟ وان شوت اللي هي تضربه من ضربه، يعني ممكن تستخدم السنايبر. اقتل 15 عدو بسلاح البيستول اللي هو المسدس في استخدام اني مود، اللي هو بقى ممكن تلعب يا اما ملتي بلاير، عايز تلعب باتل رويال، بس اقتل 15 واحد من الاعداء بواسطه المسدس. بعديها بيقول لك اقتل 15 عدو، تمام، بواسطه سلاح الشوت جن في اني مود. لو مش عارف سلاح الشوت جن يا جماعه، او الشوت جن اللي هو السلاح ده، بنخش على ملتي بلاير، بنخش على اسلحه، بنلاقي حاجه اسمها الشوت جن، اي نوع شوت جن من ده، اقتل منه 15 واحد بواسطته يعني من خلاله، اوكي. بعديها بعد ما نقتل 15 واحد، بعديها بيقول لك اقتل 25 عدو باستخدام الشوت جن في اي 5 اضافات، تمام؟ يعني تستخدم الفايف اتشمنتس اللي هي 5 اضافات كلها، تقتل 25 عدو. ودي طبعا لو انت لعبتها في المالتي بلاير بيدخل لك بوتات، فالموضوع هيبقى ايزي خالص. اللي بعديها طبعا يا جماعه عشان نقدر نحصل على الكروسبو، اللي هو نستخدم اللي هو 5 مرات من البيريك، اللي هو هقول لكم البريك اسمه ايه يا جماعه، بس هو يعني خفه وزن، فاهمين ازاي؟ البريكات ملتي بلاير بيرك، ما اعتقدش ان هو هنا، لا عفوا مش هنا، هنا اهو، لا ده مش خفه الوزن، اللي هو بيقول لك يعني سرعه الضرب عموما، سرعه الضرب عموما هنستخدمه برضه، خليه احتياطي، تمام؟ فتقدر من خلاله انت تجيب الكروسبو بواسطه المهمات دي. طبعا يا جماعه الشرح كان معروف جدا جدا جدا، فضل 21 يوم بتاريخ 1/9، يعني هيخلص على يوم 22/9. اتمنى ان انت تلحق الكروسبو، بصراحه سلاح فول ممتاز، واتمنى الجميع يحصل عليه. ما تنساش لايك الفيديو، وطبعا دعمنا للاستمرار ان شاء الله تعالى. بالنسبه لاخوانا الحوار انا بقى في الكومنتات، عشان ناس كتير سالت برضو، مش كتير قوي يعني، بقفل الكومنتات بتاع الفيديوهات يعني منعا للاحراج، يعني عشان هي اصلا انا كنت شغال في سلسله لعبه معينه، فغيرت برضو الكول اوف ديوتي وهكذا، وبعد كده هعمل سلسله العاب ثانيه ان شاء الله. لو في دعم هنزل لكم فيديوهات كول اوف ديوتي، ولو في دعم كبير جدا 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 ان شاء الله هشتغل لكم على موضوع عجلات الحظ. الله هو اللاك درو، انا معكم يا محمد. ما تنساش فاضل يوم و9 ساعات على السايبر اتاك، وهتحصل اسلاح ممتاز جدا جدا وسكنات رائعه. انا معكم يا محمد، اتمنى لكم كل خير، سلام.